يعني ما بحبش اتكلم على الايام الاخيره اه دايما، بس لازم نسمع منك يعني هقول لك على تفاصيل فكره، الايام الاخيره حمدي كان احمد شكلها ايه. ايامه الاخيره كانت بنفس قوه ايامه الاولانيه عادي جدا. يعني هحكي لك على حاجه غريبه جدا، بمعنى ايه؟ احنا يوم الاربع انا بروح له الاثنين والاربع، واخويا بيروح السبت عشان اجازته، بنروح للمستشفى اخده من المبنى ده للمبنى ده عشان الغسيل، يعمل جلسه الغسيل ويرجع ونطمن عليه وامشي واجي له ايه الخميس والجمعه كده عادي. يوم الاربع واحنا قاعدين، هو كان كوميدي جدا، هو بابا الحياه يعني، حتى ما كان يتكلم على الموت يقول لك ايه انا جبت مدفن هنا عشان يا ولاد الذين ابقى جنبكم، ما تقولوليش اصل المدفن بعيد يا بابا ما بنزوركش، هي دي حياته وهو الموت عنده ده حقيقه ده هيحصل. وبنقول له بابا بعد الشر بابا ما تعملش كده، يقول لك ليه ده حقيقه وانا عامل ايه خايف عشان ما اموتش. هو عمل وحدة غسيل كلى في ال في ال هو المتاعب، ما هي دي بقى ليها قصه تانية برضه اكمل لك بس ايه. فاحنا قاعدين في الغسيل ودخل واحد، يعني الراجل عارفه اللي هو جسمانيا صغير قوي وقصير ضئيل. وبتاع، فانت المفروض في الكلى بتسحبي الميه اللي في الجسم وبتاع. فقال لي اندهي على البنت الممرضه، فبقول له ليه بابا في حاجه، شفطه من الراجل كتير قوي، الراجل كش طبعا، بحكي بنده المدرسه بقول لها تعالي بقى، فهي كانت تقول له يا بابا، تقول له ايه يا بابا، قال لها الراجل كش سحبته ميه كتير. ده يوم الاربع، اللي الخميس انا رحت تعب في الرعايه توفى ليله الجمعه، لكن لآخر لحظة كان بيضحك، لاخر كان لحظه بقى. بيسخر من ايوه الحالة ايوه ومن الوضع. ويقول لك اللي بيخاف من الموت ده عشان هو عامل حاجه، عامل عامله وخايف من لكن ربنا. هو كان عامل خير، بتقولي لي كان الحمد عامل. لله. احكي لي قصة هو وحدة لما راح الكلى. كان مسلسل الحارة مع المخرج الكبير سامح عبد العزيز، فقال لي محمود بقى بص، وانا ويعني ومش عارف ايه، بص يا محمود بدل ما يقولوا لك انت بترفض احنا هنروح نعجزهم. خد محمود اخويا وراح، فقعد على الترابيزه قال لهم انا هاخد 1,000,000 جنيه، قالوا له اوكي. وافقوا فورا. نزل بقى يقول له احنا تورطنا يا محمود هنعمل ايه. المهم ايه، عمل مسلسل وكان سعيد جدا مع سامح عبد العزيز، فقال لي لما خد الفلوس قال لي محمود احنا هنعمل بقى ايه، الفلوس دي انا ما كنتش عامل حسابها خالص ولا في حسباني. 1,000,000 جنيه بس، ده من فترة، ده كان 1,000,000 جنيه رقم ما هو يعني. دي شوفي بقى، هو متوفي من 6 سنين وعاملها من 3 سنين قبلها من 9 سنين. من 9 سنين 1,000,000 جنيه كان رقم. انا بتصور مثلا انه لما يجي له يبقى عنده خطط، يعمل لا هو بيها ما بيحبش حاجة الفلوس، فتبرع بيه، عمل بيها وحدة غسيل هو كلى. بطبيعته ما بيحبش الفلوس يعني. ما قال له بقى وهنعملها، هو بقى ما ابتدى بقى كان داخل في الكلى وكده، قال لك هعمل بقى وحده غسيل كلى ويفسوهاج في بلده بقى. ففعلا راح وجاب الاجهزه وودى الدكاتره اتعلموا على الاجهزه والشركه اللي ركبت الاجهزه وبتاع، وكان سعيد جدا وحضر افتتاحها وفضلت شغاله فتره بعديها. وبعدين سمعنا بقى ان في مشكله، فابني بقى ان شاء الله ادعي له هيكمل بقى، هيروح يفتحها تاني ويكمل باذن ان الله شاء الله. ان شاء الله. ميغات انا سعيده جدا جدا بوجودك معانا، لان ربنا انت يخليك. يعني امتعتينا بالحديث عن الجانب الانساني في شخصيه حمدي احمد كما امتعنا هو باعماله، ربنا فشكرا يخليك. لوجودك. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، ربنا يخليك. رحم الله الفنان العظيم حمدي احمد.